يعطيكم ألف عافية شباب. الله يعافيك يا دكتور. نكمل. أخذنا آخر إشي أخذنا آخر إشي الراوند روبين، صح؟ شو حكينا الراوند روبين؟ فكرته إنه نفس فكرة الفيرست كم فيرست سير، بس بدل ما يكون إنه البروسس غير متقطع ممكن يصير لها تقطيع. حكينا مشكلة الرئيسية بالفيرست كم فيرست سير كانت إيش؟ كانفوي إفكت. شو الكانفوي إفكت؟ إنه بروسس بدها وقت قصير سبقتها وبروسس بدها وقت طويل جدا، فراح تستنى كامل الوقت. بس زي ما حكينا بالفيرست كم فيرست سير فيش ستارفيشن. شو يعني ستارفيشن يا شباب؟ There is no starvation. شو يعني starvation؟ شو يعني starvation يا شباب؟ شو يعني starvation يا شباب؟ البروسس بدها وقت، لأنه البروسس عمرها ما راح تتنفذ مع أنها جاهزة بالمين ميموري. هلا بالفيرست كم فيرست سيرف قد ما تستنى بس آخر شيء البروسس راح تتنفذ، صح؟ طيب. حكينا كمان من ناحية السي بي يو يوتيلايزيشن بالفيرست كم فيرست سيرف من أفضل ما يمكن. ليش؟ لأنه number of context switches is minimum، صح؟ العدد الـ number of context switches شو بكون عندنا؟ minimum، صح؟ طيب حكينا كمان بس بالناحية الـ waiting time والـ response time والـ turnaround time والـ throughput حكينا فيش شيء مضمون بيعتمد حسب ترتيب الـ process كيف وصل. الراوند روبن نفس مبدأ الـ first come first serve، هي نسخة متقطعة من الـ first come first serve، بس بدال ما خلي البروسيس تظلها تنفذ حتى تنهي، شو صرنا نعطيها؟ وقت محدد، كوانتم. الكوانتم تايم مثلا حددناه 10، بعطي البروسيس الاولى 10، خلصت، ما خلصت وين بنتقل؟ للبروسيس اللي جت بعدها، صح؟ بعديها البروسيس الثانيه مثلا نفس الطريقه، اذا خلصت اوكي، ما خلصت شو بنتقل للبروسيس اللي جت بالترتيب الثالث اند سو اون. واضح شباب؟ واضح؟ واضح. طيب شو المشكله بالراوند روبن الرئيسيه اللي ظهرت عندنا؟ انه عدد الكونتكست سويتشز شو قاعد بيزيد، صح؟ ولما يزيد عدد الكونتكست سويتشز شو كله هذا ايش؟ اوفر هيدد تايم، كله وقت ضائع. فمعناته السي بي يوتيلايزيشن شو راح يقل. يعني كل واحده لها حسنات ولها سيئات، صح؟ طيب. نشوف هاي الامثله نحلها مع بعض مشان نوضح بقيه الامور. لو عندنا هاي المثال، واضح عندكم الشباب الامثله المثال ولا لسه؟ واضح. طيب لو عندنا هاي الاكزامبل، لو عندنا هذا الاكزامبل شباب، عندنا خمس بروسيس كل واحده معطيك الوقت لها، حل اللي هي بالفيرست كم فيرست سيرف، شو بننفذ اول شيء؟ يلا شباب. بي 1 بعديه ايش؟ B2 B3 هون، لأنه فيش arrival time، نفترض أنه مواصلات بالترتيب هذا، صح؟ هاي B1 بعديه B2 بعديه B3 بعديه B4 بعديه B5. لاحظ قديش عدد الكونتكست سويتشز عندنا؟ كم واحد؟ أربعة. عدد البروسيس ماينس واحد لأنه فيش تقطيع، صح؟ طيب بننفذ B1 بشكل كامل 10، B2 بشكل كامل لحد كم؟ 17، B3 لعند 22، B4 ل23، B5 ل29. تمام؟ واضح شباب؟ طيب هلا لو بدنا نحله نفس المثال بس بالراوند روبن والتايم اللي عندنا، الكوانتم اعطانا 2، شو بنفذ؟ حسب اول شيء مين؟ B1 B2 B3 B4 B5، بس بدل ما كنفذها بشكل كامل بنفذها بشكل متقطع. قديش بعطي لك كل بروسيس وقت؟ 2. اذا انهت انهت، ما انهت وين بنتقل؟ للبروسيس اللي اجت بعدها والبروسيس اند سو اون. ايه تفضل. بس انا 7 انت كاتب المفروض 17 عفوا. طيب هلا بنفذ B2 بمقدار قديش شباب؟ 2. انهت لا، قديش بضل بدها وقت؟ 8. وين بنتقل؟ لB2، صح؟ هاي الراوند روبن لB2 بنفذها كمان بمقدار قديش؟ 2. بنفذها لحد كم؟ بنفذها لحد كم؟ 4. بعديه شو بنفذ؟ B3 لعند كم؟ 6. بعديه شو بنفذ؟ B4. قديش B4 بعطيها وقت شباب؟ واحد. ما بعطيها كامل الوقت. ليش؟ لأنه إذا أعطيتها كامل الوقت في واحد ضايع، صح؟ طيب بعديه شو بنفذ؟ B5 بمقدار قديش كمان؟ 2.
طيب هلا بعد الراوند الاول حكينا اكثر شيء الوقت قديش تستنى وقت البروسس، اكثر شيء قديش بتستنى حتى تنتقل للراوند الثاني، اكثر شيء قديش حكينا الكوانتم تايم ضرب عدد البروسس ماينس واحد، صح؟ الكوانتم تايم ضرب عدد البروسس ناقص واحد، اكثر شيء قديش راح تستنى هون عندنا 8 صح بي 1 حتى ترجع للراوند الثاني، هي فعليا قديش استنت 7، ليش؟ لانه هاي البروسس بدها واحد، بينما لو كان بدها 2 قديش راح تستنى 2 زائد 2 4 زائد 2 6 زائد 2 8، معناته اكثر شيء قديش بتستنى الكوانتم تايم ضرب عدد البروسس ناقص واحد. واضحه يا شباب؟ واضحه لحد هون؟ واضحه دكتور. طيب هسه شو برجع انفذ؟ يلا شباب نقلوني شو برجع انفذ؟ بي 1 بي 1 بنفذها بمقدار قديش كمان؟ 2، برجع انفذ ايش كمان؟ بي 2 بي 2 مقدار كمان 2، بعديها شو برجع بنفذ كمان؟ بي 3 مقدار كمان قديش؟ 2، بي 4 غادرت صارت حالتها تيرمينيتد، شو برجع بنفذ؟ بي 5 صح؟ بي 5 مقدار 2. رجعنا شو بنرجع ننفذ؟ بي 1 كمان بمقدار قديش؟ 2، بي 2 قديش بنفذها كمان؟ مقدار 1 3، لانه بعد نحن الراوند الاول هاي الراوند الثاني هاي بدايه الثالث صح؟ راح من 2 قديش ضل 5، راح من 2 قديش ضل 3 بدها صح؟ صحيح. طيب هاي بي 2 لحد 21، بي 3 بنفذها بمقدار 1 1 ل 22، بي 4 اوريدي غادرت، بي 5 بدها كمان 2 وبتغادر، تصير حالتها terminated صح؟ هلأ شو صفى عندي بالبروسيس؟ كم بروسيس؟ بي 1 وبي 2 بي 1 قديش ضل بدها؟ 4، بعطيها كامل الوقت؟ لا 26، بي 2 قديش ضل بدها؟ 1، بعطيها الواحد ل 27، وبرجع بنفذ ايش؟ بي 1 ل 29، تمام لحد هون شباب؟ تمام؟ طيب حسب الجانت شارت اللي عندنا شو التيرن اراوند تايم الافريج للفيرست كم فيرست سيرف؟ يلا شو البي 1 قديش اخذت؟ تاي حاطط لك اياهم بالترتيب افريج تيرن اراوند تايم لبي 1 بي 2 بي 3 الى اخره. يلا شباب قديش بي 1 بدها وقت تيرن اراوند تايم لها؟ 29. لا بالفيرست كم فيرست سيرف يا بي 1 هي انهت على 10 بي 1 10 10 صح صح؟ زائد البي 2 قديش؟ 17. هون لانه فيش ارايفل تايم، لو في ارايفل تايم نطرح منه ايش؟ الارايفل تايم مثلا لو حكينا بي 2 وصلت على وقت 5 شو بنطرح؟ 17 ناقص 5 صح؟ صح؟ طيب بي 3 22، بي 4 23، بي 5 29، مجموعهم على عددهم 5 قديش بيطلع عندنا؟ 27 49 72 72 92 101 على 5 120.2 اتوقع 20.2 تمام. طيب تيرن اراوند تايم باستخدام الراوند روبن يلا شباب 29 بي 1 بي 1 29 ممتاز بي 2 بي 2 27 ممتاز بي 3 بي 3 15 لا 22 هيها هون 22 طيب عفوا البي 3 حكينا 22 البي 4 7 7 والبي 5 24 24 ممتاز على عددهم قديش اللي هو 5 بالله اجمع لي اياهم واحد من الشباب 31 21 و8 دكتور 21 و8 ممتاز. طيب هلا الويتنج تايم باستخدام الفيرست كم الافريج شو الويتنج تايم لبي 1 بي 1 قديش استنت بالفيرست كم هاي الشارت زيرو زيرو زائد البي 2 قديش استنت يلا 10 10 10 بلشت على 10 البي 3 مره واحده دخلت هون صح البي 3 متى دخلت على 17 هاي نسخة غير متقطعة زي ما حكينا البي 4 22 والبي 5 23 على 5 والله بس قديش الجواب شباب 45 14 و4 دكتور 14 و4 طيب طيب
بالراوند روبن. بدنا نوجد الافرج ويتنج تايم بالراوند روبن. الراوند روبن دخلت عندنا اكثر من مره. البي 1 اول مره قديش استنت؟ صفر ناقص صفر، صح؟ واضح؟ هاي اول مره دخلت على الصفر وكانت جاهزه على صفر. متى دخلت مره ثانيه بي 1؟ على 9، بس متى كانت مغادره للمين ميموري راجعه؟ على 2، صح؟ واضح؟ 2 زائد 9 ناقص 2 زائد، متى مره ثالثه دخلت بي 1؟ يلا شباب، متى مره ثانيه دخلت بي 1 ثالثه على وقت 17 انها 19، لاحظ دخلت 17 وكانت من هي على اي وقت بي 1؟ 11، صح؟ زائد 17 ناقص 11. طيب المره الرابعه متى دخلت بي 1؟ حكينا على 24. ممتاز، حكينا الويتنج تايم اللي هو مجموع الاوقات اللي قضت وتستنى البروسيس بالمين ميموري، صح؟ طيب مره ثالثه مره رابعه متى دخلت بي 1؟ 24، بس متى كانت راجعه للمين ميموري؟ 19، صح؟ زائد 24 ناقص 19. المره الخامسه على 27. 27 ناقص كم؟ 26. واضح؟ هيا دخلت على 27 بي 1 وكانت مغادره متى؟ 26. اوكي؟ نفس الطريقه لبي 2. بي 2 اول مره دخلت اي وقت؟ يلا شباب. اثنين ناقص زيرو، هذول على فرض كلهم واصلات على زيرو، هسه بنشوف مثال ثاني اذا كان مختلف. البي 2 متى دخلت مره ثانيه؟ على 11 ناقص 4. صح؟ زائد 11 ناقص 4. طيب المرة الثالثة متى دخلت بي 2؟ على 19. 19 بس كانت مغادرة أي وقت؟ 13. طيب البي 2 إلى مرة الثالثة متى دخل؟ رابعة عفوا. 26 ناقص 21. تمام؟ زائد 26 ناقص 21. طيب هسا بنشوف كل واحدة قديش الويتنج ونشوف. طيب البي 3 أول مرة متى دخلت؟ على 4 ناقص 0، صح؟ المرة الثانية، المرة الثانية متى بي 3؟ على 13، صح؟ ناقص كم؟ 6. طيب المرة الثالثة كمان لبي 3 21 ناقص 15. ممتاز. زائد 21 ناقص 15. طيب هاي إيكول. طيب البي 4، البي 4 دخلت مرة واحدة 6، صح؟ في غيرها؟ 6 ناقص 0 6. طيب البي 5، البي 5 متى دخلت أول مرة شباب؟ 7 ناقص زائد المرة الثانية 15. 15 ناقص كم؟ 9. ممتاز، زائد 15 ناقص 9. المرة الثالثة B5 22 ناقص 17. ممتاز. طيب طبعا الافرج بدك تجمعهم وتقسم على عددهم، هون طلع عندنا 7 و بيطلع 19 دكتور. 19 زي ما هو مكتوب عندنا 19، وهون 20، وهون 17، وهون 6، وهون 18. الافرج طبعا قديش بيطلع شباب؟ 39 49 56 62 80، صح؟ 80 على 5 16. 16. طيب لاحظ هون الافرج بالويتنج تايم للفيرست كم كان افضل من الراوند روبن، بس شو حسنة الراوند روبن؟ شو حسنة الراوند روبن؟ شو حسنة الراوند روبن؟ قديش كان الويتنج تايم مثلا؟ للبروسس بدها وقت قليل 4، قديش كان بالفيرس كم فيرس سير؟ 23، صح؟ بينما هون قديش الويتنج تايم لبي 4؟ 6. اللي خلصنا من تأثير ايش؟ الكنفوي افكت اللي حكينا عنه، صح؟ صح شباب؟ بروسس بدها وقت قليل، مش راح تستنى وقت طويل جدا، لأن سبقها بروسس بدها وقت طويل، صح؟ يعني زي ما حكينا البرنتر مشتركة انت بدك تطبع 100 ورقه وانا بدي اطبع ورقه، مش راح استنى ال 100، صح؟ بستنى اقل، بس ممكن كله كافرج يزيد، صح ولا لا؟ واضح شباب؟ واضح. طيب نشوف مثال ثاني. الشورتج جاب فيرست خليه هسه بنرجع له.
نشوف مثال ثاني. طيب عندنا هاي بدنا نرسم الراوند روبن والفيرست كم فير سيرف. خلينا نبلش بالفيرست كم. كم عدد البروسس؟ 5 بس نجيب. نبلش بالفيرست كم فيرست سيرف لها. كيف راح ننفذ؟ يلا شباب هاي كل بروسس، هاي السي بي يو وهاي الارايفل تايم. شو راح ننفذ؟ بمين وصلت بالاول؟ بي 1 بعديه. خلينا بس نغير فيهم شوي 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 شباب بعد اذنكم. يلا شو راح ننفذ بالاول؟ بي 1 بننفذها فيرست كام فيرست سيرف نسخة غير متقطعة صح؟ بننفذها من 0 to 8 واضح؟ واضح شباب؟ طيب بعدين شو بنفذ؟ B3 هاي B3 راح انفذها لك نسخة غير متقطعة لكل الوقت 6-14 بعديه B5 وصلت لوقت 2 هاي B5 قديش بدل B5 كان؟ 1 to 15. طيب بعديه شو بنفذ؟ B4 B2 صح؟ B4 يلي B2 آخر شطار. B4 قديش كان بدها؟ 4 معناته لحد أي وقت؟ 19. وB2 كمان 4 23 تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب لو بدنا نوجد الافرج تيرن اراوند تايم للفيرست كم فيرست سيرف، وكمان خلينا نضيف عليها اول شيء الويتنج تايم. هاي ويتنج وبعديه الافرج تيرن اراوند تايم. طيب يلا شباب يلا شباب شو الويتنج تايم الافرج البي 1 نبلش فيها واحده واحده. البي 1 قديش استنت؟ صفر. صفر صفر ناقص صفر ها مشان يكون واضح معنا. البي 2 متى تنفذها؟ 19 ناقص متى الارايفل تايم لها؟ 5 واضح؟ زائد 19 ناقص 5 هاي 14. طيب البي 3 متى تنفذت البي 3 شباب؟ 8 ناقص الارايفل تايم لها كم؟ 1 صح؟ هاي 7. البي 4 متى تنفذت البي 4؟ على 5 البي 4 15 ناقص 4 صح؟ 15 عفوا ناقص الارايفل تايم 4 اوكي ناقص 4. طيب والبي 5 تنفذت 19 ناقص الارايفل تايم 2 صح؟ طبعا الافرج بس شو بتعمل؟ تجمع بس مباشرة بتجمعهم تقسم على بي 5 14 ناقص 2 12 ممتاز واضح شباب؟ واضح؟ طيب هلا بدنا نوجد كمان التيرن اراوند تايم الافرج لكل واحدة. طبعا الافرج شو بنجمع بنقسم على عددهم صح؟ صح؟ صح تمام دكتور. تيرن اراوند تايم لهم قديش البي 1؟ يلا متى انهت بي 1؟ على وقت 8 ناقص 0 8 اللي هو حكينا شو بيساوي الويتنج تايم زائد الاكسكيوشن تايم. الويتنج تايم 0 زائد 8 تمام. طيب البي 2 حسب الجانت شارت متى انهت؟ 23 ناقص الارايفل تايم 5 صح؟ 23 ناقص 5 شو طلع عندنا الجواب؟ 18 صح؟ طيب البي 3 متى انهت؟ 14 الارايفل تايم 1 صح؟ هاي 14 ناقص 1 13. طيب البي 4 يلا شباب البي 4 متى انهت؟ البي 4 انهت عندنا على 19 كان الارايفل تايم لها 5 صح؟ اللي هو ايش؟ 19 ناقص 5 الارايفل تايم البي 4 4 شباب هي 19 ناقص 4 5. البي 2 البي 5 متى انهت؟ البي 5
البي 5 انهت 15 ناقص الارايفل تايم الى كان كم؟ 2. جواب 13. الافرج اجمع واقسم على عدده. واضح لحد هون شباب؟ واضح؟ واضح. خلينا نحله هذا نفسه على بس نعمل تيبل على الراوند روبن. والكوانتوم تايم كان عندنا 3. يلا شباب يلا شباب يلا كيف راح يكون عندنا؟ حنبلش اول شيء بالبي 1. طيب خلينا بس نفس طريقه الفيرست كام فيرست سيرف. مين وصل بالاول؟ انتبه معي، مين وصل بالاول؟ بي 1. بي 1 طيب ممتاز. بنفذ قديش؟ 3. هاي بي 1 من 0 3. طيب بعديه شو بنفذ؟ مين وصل بالثاني على وقت واحد؟ بي 3 بنفذه من 3 ل 6. عفوا بي 3 بده 6. اوكي واضح. طيب بعديه مين وصل؟ بي 5 صح. بي 5 قديش بدها؟ بس واحد. بدل ما نفذها بثلاث قديش بعطيها؟ واحد. طيب بعديه ايش وصل؟ بي 4 بنفذها بمقدار كمان 3 صح. اخر شيء وصل عندي ايش؟ بي 2 بنفذها كمان بمقدار 3 صح. صح تمام. طيب بعديه شو راح ننفذ؟ شو من راح ننفذ هسا؟ نفذنا بي 1. بي 1 قديش ضل بدها؟ 5. معناته شو بعطيها؟ كامل الوقت صح. بي 1 بدي اعطيها كامل الوقت ل 16. بعديه شو بنفذ؟ بي 2. بس قديش بي 2 بعطيها؟ قديش ضل بدها؟ 1 شباب صح. 1 ل 17. هلا شو صار مغادر عندي؟ بي 2. شو كمان غادر عندي؟ بي 5 لانه بدها 1 صح. طيب بي 3 قديش بدها ضل؟ 2. بي 3 3 كامل الوقت ل 20. هاي ل 20 بي 3 صح. طيب هاي انسرت. طيب هلا شو صفى عندي؟ بي 4 غادرت صح. دكتور مش بي 3 قبل بي 2؟ عفوا صح. بي 3 قديش كان بدها؟ 3 ل 19 بعديه بي 2 حسب ما وصلوا. هيو بترتيب بي 1 بي 3 بي 5 بي 4 بي 2 شكرا يا حبيبي صح. معناته اول شيء بي 5 ليش طلعناها ما دخلناهاش؟ لانها كانت مغادره. وبي 4 راح تدخل لا البي عفوا في عندنا خطا شوي شباب. اول شيء نفذنا بي 1 لانها وصلت بالاول. بعدين شو نفذنا؟ مين وصل بالثاني؟ بي 3. بعدين مين وصل؟ بي 5. بعدين مين وصل؟ بي 4. واخر شيء بي 2 صح. طيب هلا اول شيء نفذنا بي 1 بعديه بي 3 هون لشو لازم ننفذ؟ بي 5. بس بي 5 كانت مغادره صح؟ لانه كل الوقت بدها 1. شو لازم ننفذ؟ بي 4 هون. بي 4 قديش بضل بدها؟ 1 الى 20 واضح؟ طيب بعد بي 4 شو بدي انفذ؟ بي 2. بي 2 بي 2 قديش ضل بدها شباب؟ 1 كمان صح؟ 21. طيب هلا بعد الراوند الثاني بنبلش بالراوند الثالث. شو ضل عندنا؟ بي 1 قديش ضل بدها؟ 2 بعطيها البي 1 صح؟ هاي بي 1 ل 23. هلا بي 1 غادرت، بي 2 خلصت، بي 3 خلصت، وبي 4 خلصت صح؟ وبي 5 خلص صح؟ واضح شباب؟ تمام. الافرج ويتنج تايم باستخدام الراوند روبن. يلا البي 1 كم مره دخلت؟ اكثر من مره. اول مره قديش كانت؟ على صفر ناقص صفر زائد. المرة الثانية متى دخلت بي 1؟ 13 وكانت مغادرة ناقص 3 صح؟ 13 ناقص 3. المرة الثالثة 21 ناقص 16. طيب 5 و10 15. البي 2 أول مرة متى دخلت؟ 10 بس متى كانت واصلة؟ 5. بطرح منها 10 ناقص 5. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح؟ 10 ناقص 5. طيب المرة الثانية متى دخلت بي 2؟ 20 ناقص 13
صح؟ في غيرها لا مرتين 7 و10 و5 12. طيب البي 3 نفس الطريقة، متى دخلت أول مرة البي 3 على 3 ومتى كانت واصلة 1 صح؟ 2 3 ناقص 1. طيب المرة الثانية متى دخلت بي 3 على 16 ناقص 6 10 و2 12. طيب البي 4 يلا شباب البي 4 أول مرة دخلت على 7 7 ناقص 4 ناقص arrival time 4 زائد 19 ناقص 10 صح؟ طيب ضل عندنا البي 5 البي 5 يا شباب 6 ناقص 2 مرة واحدة دخلت 6 ناقص arrival time 2 4 لحد هون كله واضح؟ طيب لو حكى لك الافرج ويتنج تايم هسه بنشوفها حليناها ولا لا. طيب هلا لو حكينا لك بدنا هاي حليناها التيرن اراوند تايم باستخدام الراوند روبن يلا الافرج طبعا بتجمع بتقسم على عددهم زي ما حكينا. لو حكينا التيرن اراوند تايم باستخدام الراوند روبن بي 1 شو بكون لها؟ 23 ناقص الارايفل تايم 0 23 صح. هيا خلص البي 2 21 ناقص 5 البي 3 19 ناقص 1 واضح. البي 4 20 ناقص 4 البي 5 7 ناقص 2 صح اللي هو الويتنج تايم 4 زائد الاكسكيوشن تايم بيطلع عندنا 1 5 صح. واضح شباب نكتبها. البي 1 متى خلص 23 ناقص 0 كان عندنا 23. البي 2 غادرت 21 ناقص الارايفل تايم للبي 2 5 صح؟ ناقص 5 ايكوال 16. البي 3 متى خلصت شباب 19 ناقص الارايفل تايم للبي 3 كان 1 على ما اوكي ناقص 1 اللي هو ايش 18. البي 4 متى خلصت البي 4 20 ناقص الارايفل تايم كان 4 والبي 5 خلصت البي 5 7 ناقص الارايفل تايم 2. كل هاي الامور واضحه يا شباب عندنا فيها اي مشكله؟ في عندنا اي مشكله لحد الان؟ في اي مشكلة؟ طيب شوف فكرة الشورتست جاب فيرست. شوف فكرة الشورتست جاب فيرست. عندي مجموعة من البروسيس. شو يعني شورتست جاب فيرست معناه بالعربي؟ المهمة الاقل وقتا بتتنفذ بالاول. واضح؟ الوظيفة اللي لها اقل وقت بنفذها بالاول. شو فكرته؟ عندي مجموعة من البروسيس بالريدي كيو معناته كلهم جاهزات للتنفيذ. صح؟ بالمين ميموري بدي اختار على اي اساس اختار اللي بدها وقت اقل بنفذها بالاول. تمام؟ تمام يا شباب؟ يعني بالمثال اللي عندنا هون شو بنفذ بالاول؟ اي بروسيس؟ بي 4 ممتاز بي 4 بعديها شو بنفذ؟ بي 3 بي 3 بعديها بي 5 بعديها بي 2 اخر شيء شو بنفذ؟ بي 1. هسه بنشوف الحل عليه وبنحل عليه، بس بدنا نحكي شو حسناته وشو سيئاته. شو بتتوقع من ناحيه؟ طبعا الشورتست جاب فيرست از ان بريمتيف فيرجن، شو يعني نسخه غير متقطعه زيها زي الفيرست كم فيرست سيرف. راح نشوف المحاضره القادمه ان شاء الله يوم الاربعاء النسخه المتقطعه منها وليش عملناها. راح نشوف اليوم بالامثله اسمها شورتست ريمينينج تايم فيرست. تمام؟ تمام يا شباب؟ طيب هلا shortest job first من ناحيه number of context switches قليله اقل ما يمكن. قديش راح يكون عندي؟ عندي هون خمسه. كم context switch راح يكون عددهم؟ اربعه، لانه هي بس تخلص البروسيس بتنفذ الثانيه. واضح؟ طيب من ناحيه الutilization حكينا ممتاز. الثروبوت شو بتتوقع يكون؟ اعلى ما يمكن. ليش؟
ليش؟ راح يكون عالي. شو الثروبوت؟ عدد المهام المنجزة خلال وقت محدد. لو حكينا مثلا خلال 10 اول 10 شو بكون انجزت؟ او 20 بنجز. انا دائما بدها وقت اقل. هاي تاسك، هاي تاسكين، صح؟ هاي ثلاث، هاي اربع، صح؟ صح؟ تمام. بينما لو على الفيرست كم فيرست سيرف كم تاسك صرت منجز؟ تنتين ب20 خلال الوقت 20، صح؟ طيب من ناحيه الافرج ويتنج تايم والافرج ريسبونس تايم والتيرن اراوند تايم شو بتتوقع تكون؟ اي افضل هي ولا الـ ولا الفيرست كم فيرست سيرف؟ شو بتتوقع؟ المفروض تكون هي هي. وشفنا ليش هي؟ شفنا بالمثال اول ما اخذنا على الفيرست كم فيرست سيرف حكينا اذا جت البروسيس 1 مثلا بدها 10 وبروسيس 2 بدها 3 وبروسيس 3 بدها 3 طلع الافرج ويتنج تايم اعلى بكثير لما لو اجت بروسيس 2 بدها 3 بروسيس 3 بدها 3 بعديها بي 1 صح؟ طيب هلا راح نشوف بس مثلا هذا المثال 10 7 5 قديش الويتنج تايم بالفيرست كم لبي 1 0 لبي 2 قديش 10 صح؟ لبي 3 17 17 و 10 27 على 3 9 بيطلع لنا الويتنج تايم. هاي بالفيرست كم فيرست سيرف صح؟ طيب لو كل لو حليناها مثلا بس هذول الثلاث على الشورتج اوف فيرست شو بيكون بالاول؟ بي 3 بعديه بي 2 بعديه بي 1 قديش بي 1 بتكون استنت؟ 12 5 و 7 12 البي 2 قديش استنت؟ 7 والبي 1 والبي 3 0 19 على 3 6 قديش هناك طلع 6 بوينت شوي قديش هناك طلع لنا 9 معناته دائما افضل شيء من ناحيه الويتنج تايم والتيرن اراوند تايم والريسبونس تايم طبعا لما نحكي افضل شيء بكل شيء بناخذ ايش الافرج شو هي بتطلع عندنا الشورتست جاب فيرست افضل من الفيرست كم افضل من الراوند روب اللي حد الان اخذناه شو المشكله الرئيسيه فيها العاد ليش ما نطبق شورتست جاب فيرست شو المشكله الرئيسيه دكتور ممكن الاهميه يعني ممكن تاسك 1 يكون او بي 1 تكون بدها مهمه اكثر للاوبريتنج سيستم بس لانها مضطره تستنى لانها بتطول طيب تستنى شو المشكله ما انا دكتور بقول لك لانها مهمه لل السبب الاول والاخير الرئيسي اصعب اهم سبب انه there is starvation في احتماليه يصير عندنا there is a possibility for starvation. كيف احتمالية يصير عندنا starvation؟ شو يعني starvation؟ حكينا عنه البروسيس جاهزة للتنفيذ بس عمرها ما راح تتنفذ. كيف؟ بالمثال عندنا هون كيف؟ هلا شو بينفذ هو بالأول؟ بي 4 بعدين شو بده ينفذ؟ بي 3 صح؟ اجت البروسيس هو بينفذ بي 3 بدها 2 بنفذها قبل بي 5 وبي 2 صح؟ طيب بعدين نفذنا بي 5 بعدها وانا بنفذ بي 5 اجت بروسس بدها 8 بنفذ شو بي 2 صح بعدين بنفذ الثمانية قبل العشرة واثناء تنفيذ الثمانية اجت بروسس بدها 3 بنفذها قبل العشرة اجت بروسس بدها 5 بنفذها قبل العشرة اجت بروسس بدها 9 بنفذها قبل العشرة اجت بروسس بدها 6 تخيل انه كل بروسس اجى بدهم وقت اقل من 10 عمرنا بننفذ بي 1 لا معناها هي شو جاهزه للتنفيذ صح واضح شباب؟ واضح؟ واضح دكتور فالمشكلة الرئيسية بالشورتج جاب فيرست اللي هي ايش؟ الستارفيشن في احتمالية يصير في عندي ستارفيشن والمشكلة الثانية الصعوبة انه كيف بدي اتوقع الوقت اللي بده اياها البروسيس النكست بروسيس اللي بدها تيجي بس المشكلة الرئيسية انه احتمال يصير في عندي ايش؟ ستارفيشن زي بي 1 جاهزة للتنفيذ بس عمرها ما راح تتنفذ نعطي مثال اعطينا امر مثلا اجى انت اعطيت امر طباعه عندنا البرينتر مشتركه واستخدمنا شورتج جاب فيرست اعطيت امر طباعه انت مثلا بدك 3 ورقات بتنفذ وانا اعطيت بعديك وبدي 20 ورقه اثناء التنفيذ اجى واحد بده ورقه بيطبع قبله بال20 اجى واحد بده 10 بيطبع قبله بال20 اجى واحد بده 7 بيطبع قبله بال20 صح تخيل لو كل الطلاب اعطوا اوامر اقل من 20 اللي اعطى الامر 20 مش راح يتنفذ طلبه صح صح بينما بالفيرست كم فيرست سيرف بالراوند روبن لا راح يتنفذ بس شو بزيد وقت الانتظار بالفيرست كم فيرست سيرف صح ولا لا صح طيب نحل هذا المثال على الشورت جاب فيرست شو حكينا بننفذ اول شيء يلا شباب اقصر بروسيس بي 4 طيب ثواني بس
أول إشي شو راح ننفذ؟ مين أقصر بروسس بدها؟ بي فور. بنفذها بمقدار كامل. هاي نسخة غير متقطعة حكينا. المحاضرة الجاية إن شاء الله بنأخذ النسخة المتقطعة منها ونشوف هسا ليش راح نضطر نستخدم منها نسخة متقطعة. بعد البي فور شو بنفذ؟ بي ثري. بعديه بي فايف بي تو صح؟ بي ثري بي فايف بي تو وآخر إشي شو بنفذ؟ بي وان. بي وان. طيب قديش البي تو بدها وقت؟ عفوا بي 1 بي 3 قديش بدها وقت؟ بي 3 5 6 7 10 5 معناته هاي ل 6 6 ل 12 بدها 7 ل 19 ولا 29 تمام يا شباب. طيب الافرج ويتنج تايم بس نشوف قديش لكل وحده. البي 1 قديش استنى؟ يلا شباب البي 1 19 زائد البي 2 قديش استنت؟ 12. البي 3 قديش استنت؟ 1. البي 4 قديش استنت؟ 0. والبي 5 6. مجموعهم على عددهم 5. قديش بيطلع الجواب؟ 7 19 38 على 5 38 على 9.6. طيب خلينا اول شيء هاي الويتنج تايم مش التيرن اراوند تايم سوري. بس هاي عفوا هون الويتنج تايم حليناها هاي تحت يسمى حل التنرات واضح يا شباب؟ واضح؟ واضح. طيب بينما بالفيرس كم فيرس سيرف قداش طلع عنا؟ 20 صح؟ 0.2. بالراوند روبين قداش طلع عنا الافرج ويتنج تايم؟ 16 صح؟ هون قداش طلع عنا؟ 9.6. هي افضل شيء من ناحيه ايش؟ الويتنج تايم والتيرن اراوند تايم والريسبونس تايم كله بيكون قليل معناته افضل ما يمكن. طيب الافرج تيرن اراوند تايم قديش لها راح يكون؟ البي 1 متى انهت؟ يلا شباب 29 زائد البي 2 19 البي 3 6 البي 4 1 والبي 5 12 مجموعهم على عددهم قديش راح يطلع؟ 13 19 38 67 67 على 5 فيها 13 point point something. كديش كان عندنا هون؟ لاحظ التيرن اراوند تايم 21 صح؟ طيب واضح شباب؟ طيب نفسه هذا خلينا نحله على الشورتج جوب فيرست. شو بننفذ بالاول؟ نفسه هاد شو بدنا نحله على الشورت الجوب فيرست. المثال الثاني اللي اخذناه شو بنفذ بالاول؟ البي 5 لا بي 1 بي 1 ليش؟ لانه على وقت زيرو اول ما بلشنا. شوف فكره في الشورت الجوب فيرست عندي مثلا اربع طلاب بدهم يراجعوني بده كل واحد وقت محدد. اذا كلهم واصلين بنفس الوقت شو بنقي؟ اللي بده اقل وقت. بينما انا على الساعه 8 كان عندي طالب واحد لو بده ساعتين هل بقدر اتركه؟ لا لانه هاي نسخه غير متقطعه. واضح؟ واضح شباب؟ واضح؟ تمام دكتور. طيب هلا بنفذ بي 1 بشكل كامل من 0 ل 8 مع انه بده على وقت. مشان هيك عملوا منها نسخه متقطعه راح نشوف في المحاضره الجاي اللي سميناها shortest remaining time first. بنشوف في المحاضره الجاي كيف فكرتها. طيب بهاي الحاله بنفذ بي 1 لو بدها 10000 مش بعطيها 10000؟ طيب شو المشكله اللي صارت عندي؟ صرنا زي مشكله الفيرست كم فيرست سيرف. اذا وصلت بالاول وبدها وقت طويل جدا بدها تتنفذ كامل الوقت لانه هاي نسخه غير متقطعه صح؟ صح شباب؟ تمام. طيب هلا بنفذ بي 1 بشكل كامل من 0 ل 8 على وقت 8 كله بروسس واصلات صح؟ بس بعد اذنكم ثواني شباب. تمام بدي اختار الاول. يعطيكم العافيه شباب اسفين بس اجانا التليفون. طيب بننفذ ايش؟ يلا يا شباب بننفذ بي 1 من 0 ل 8 على وقت 8 كله بروسيس واصلات. شو بختار؟
هسه على الاراي بطل له دور صح، لانه كلهم وصلت على وقت الثمانية. في بروسس بعدها مش واصله؟ لا. طيب سؤالي، لو انه هون كان بدها مثلا ثلاث او اربعه، شو بعمل؟ بنفذ بي 1 من صفر لاربعه على وقت اربعه، كم بروسس واصله؟ كم بروسس واصله؟ بي 3 4 بي 5 هذول وصلوا. البي 2 بعدها مش واصله صح؟ شو بنقي بين اصغر واحدة من الثلاثه هذول؟ واضح يا شباب؟ طيب خلينا نرجع. طيب هلا بننفذ بي 1 من 0 ل 8. طيب على وقت 8 كل بروسيس واصلات، معناته كانه في ارايفل تايم. شو بختار؟ بي 5 بعديه. شو بختار؟ بي 4 ولا بي 2 وليش؟ دكتور المفروض بي 4 لانها وصلت بالاول. ممتاز. اذا اثنين تساووا بالاهميه، كيف الاهميه؟ احنا عملناها حسب الوقت صح، كل ما قل الوقت كل ما كانت الاهميه اعلى. اثنين لهم نفس الاهميه، أربعة أربعة. شو برجع اذا تساووا بنفس الاهميه؟ شو برجع؟ حسب الوصل الاول. تمام يا شباب؟ مين وصلت تمام. اول بي 4 ولا بي 5؟ بي 4، معناته بنفذ بي 4 قبل بي 5. وضحت شباب؟ واضح يا شباب؟ بعدين شو بنفذ؟ بي 3. واضح؟ واضح؟ طيب بس خلينا نرسم للجانت شارت. بدنا بس شورتس جاب، وين شورتس جاب فيرست؟ طيب هون اول اشي ايش حكينا؟ شو بننفذ؟ مين وصل بالاول؟ بي 1 بنفذ من 0 ل 8. هاي بي 1 من 0 ل 8، مع انه بدها اعلى وقت بس لانه ما فيش غيرها واصل صح. طيب على وقت 8 كل بروسيس واصلات، مين بعديها بنفذ؟ بي 5 من 8 ل 9. طيب ممتاز، بي 5 من 8 ل 9. بعديه شو بدي انقي؟ هلا ثنتين عندي لهم اربعه صار، اللي هي بي 2 وبي 4. مين الاولويه؟ لهم نفس الوقت، أربعة أربعة. إذا تساووا شو برجع؟ حسب الوصل بالأول. مين وصل بالأول؟ بي 4 بعديه إيش؟ بي 2 صح؟ بي 4 بي 2 هاي بي 4 بده أربعة، وبي 2 بده أربعة 17. وآخر إشي شو ضل عنا؟ بي 3 قديش كان بدها بي 3؟ بي 3 بدها 6. ماشي يا شباب؟ ل 23. طبعا الويتنج تايم معروف، البي 1 قديش استنت؟ 0. البي 5 قديش استنت؟ 8 ناقص الارايفل تايم، نفس ما اخذناه صح؟ صح؟ واضح شباب؟ ناقص الارايفل تايم مثلا كان لها 2، 8 ناقص 2 6. البي 3 نطرح منه 5 انسون، واضح شباب؟ والترن اراوند تايم لبي 3 شو؟ 23 ناقص الارايفل تايم. في داعي نكتبهم؟ في داعي يا شباب؟ لا لا دكتور لا. واضح عندنا هون؟ هلا المشكله اللي صارت عندنا شو هي؟ حكينا افرض بي 1 اجت بالاول بدها 10,000، شو راح استنى؟ 10,000 هون ما رجعناش، يعني رجعنا زي قريب من مشكله الشورت الفيرست كم فيرست سيرف صح؟ افرض هاي وصلت بعدها على وقت واحد وبدها واحد، وهي بدها 10,000، رجعنا نفس مشكلة الفيرست كم فيرست سيرف. شو حلوها؟ عملوا نسخة متقطعة من الشورتست جاب فيرست، سميناها ايش؟ شورتست ريمينينج تايم فيرست. وبنشوف في المحاضرة القادمة بإذن الله. واضحة كل المفاهيم اللي أخذناها اليوم؟ واضح يا شباب؟ واضح. في أي شيء مش واضح؟ تمام دكتور. ان شاء الله بنشوف كل اربعة ونكمل الشورت ريمينينج تايم فيرست، وبناخذ امثله كامله عليهم. بيضل عندنا اخر خوارزمية ناخذ لها البرايوريتي الاولويه، من في منها نسختين، نسخه متقطعه ونسخه غير متقطعه. يعطيكم الف عافيه، ونشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء. اي استفسار يا شباب؟ اي استفسار؟ طيب يعطيكم الف عافيه. الله يعطيكم الف عافيه.